حقيقة أحيانا تلاحظوها بالنشر، يعني بعض المجلات من يدز لك فرد قائمة طويلة عريضة من الأمور اللي لازم أنت تطلع عليها فرد توقيع معين حتى يقبلون استلام البحث مالتك، مو قبوله يعني. وطبعا هذا العفو يعني هناك أخذنا عليه كورسات طوال، يعني تقريبا هذا كان أطول كورس أخذناه في دراستنا في بريطانيا. يعني أطول كورس أخذناه كان الخاص بالأخلاقيات البحث العلمي، وهذا الكورس الوحيد بصراحة. يعني أنا الآن هذا الكلام كله حتى يعني بس مجرد أحاول أنقل لكم أهمية هذا الموضوع. هذا الكورس الوحيد في دراسة الدكتوراه في جميع الجامعات البريطانية اللي الطالب إذا ما يعبر به بال 11 الشهر الأولى من دراسة الدكتوراه يرجع، حتى لو كان محقق نتائج ممتازة. يعني هو يسموه الفيرست يير ريبورت، من ضمنه انه خلال ال 11 سنه ال 11 شهر الاولى لازم قبل لا تقدم الريبورت الاولي مالتك انت لازم هذا الكورس ماخذه ومحصل بي باس. واذا الطالب هذا الكورس ما داخله او داخله وما ماخذ بي باس نهائيا ما تقبل من عنده اي شيء، يعني ترفض دراسته ويعاد الى بلده وتلغى اصلا يعني سواء زماله او بعثه او دراسه حتى اذا كانت مدفوعه الثمن. فهذا الموضوع يمثل فرد اولويه جدا عاليه بالنسبه للجامعات المتقدمه وايضا بالنسبه لدور النشر، لان حقيقه هو يعني يعبر عن سمو يعني المهنه. الباحث والعالم هو 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 يعني يعتبر المرجع إلى جميع الفئات. أنا راح بس أستعرض العفو بس أربع أنواع من أنواع أخلاقيات البحث العلمي اللي قد تكون بها بعض الأمور المرفوضة مبدئيا إذا ما تم تنفيذها من قبل الباحث. النوع الأول اللي هو الكونفليكت أوف انترست. أعتقد معظمكم إخوان من تسوي سبمشن إلى مجلة معينة يطلب من عندك أنه تكتب فرد في نهايه يعني بعد الاكنولجمنت الكونفليكت اوف انترست اذا عندك ويا جهه معينه اكو فرد تعارض بالمصالح او جهه كانت مستفيده من عندك او انت مستفيد من عندها او ماكو. طبعا انت هذه هي يقولوها على اعتبار انه حتى تثبت او تدعي انه انت ما عندك تعارض مصالح مع اي جهه اخرى. طبعا هذا الموضوع يعني احد زملائنا في الدراسه هناك يعني كمل شهاده الدكتوراه مالته وحقق بها نتائج ممتازه، لكنه ما من حقه ينشر اي بحث لانه يعني خلى يعني بس يعجبني الان اوضح لكم شنو معنى الكونفليكت اوف انترست. كمل الدكتوراه مالته في بريطانيا معايا كان، وكانت دراسته مموله من احدى الشركات العالميه الشهيره جدا على مستوى العالم هي اللي غطت دراسته، وقالوا له بشرط انه اي نتيجه تحصلها تكون النتيجه هذه انه لا تنشر ولا تروح، لانه هذا يعني احنا اللي سوينا الفند مال هاي العفو البحث مالتك، فتم منعا من نشر اي بحث. لو لا سامح الله هو او اي حاله ثانيه ينشر البحث مالته هذا راح يعتبر تعارض بالمصالح مع الجهه المموله له، لانه هم رفضوا هذا، وهذا قد يؤدي ايضا يعني الى طبعا بالمناسبه هاي الامور انا اللي راح استعرضها كلها تؤدي الى الذهاب الى المحاكم هناك، يعني الموضوع ما راح يبقى بداخل حيز الجامعه، لا لا يعني الى تبعات حتى تبعات قانونيه توصل الى المحاكم. الموضوع الاخر العفو اللي هو موضوع الاوثر اتريبيوشن. هنا اي شخص اشتغل وياك في هذا البحث وكانت له اسهامه يعني اسهامه بارزه ومهمه يجب ان يدرج اسمه. اذا هذا الكلام تعارض مع الكتابه يعني مع كتابه الاسماء وتم رفع الاسامي للباحثين بدون احد المساهمين طبعا من حقه ايضا يقاضي حتى المجله. ولذلك تلاحظون انتم المجله دائما من يعني بعض المجلات الرصينه يطلبون ادق التفاصيل عن
الباحثين اللي هم وياك، يعني الأسامي الباحثين الآخرين اللي مشاركين بالبحث، ويطلبون من عندك تسوي تأكيد أنه هذول الباحثين موافقين على نشر البحث. طبعاً هذا هنا راح يكون إلى جانبتين، أكو جانب اللي هو التعارض المصالح وجانب موافقتهم، بمعنى أنه لو الباحث نشر بحث كان هو أحد يعني بعض الآخرين مشتغلين وياه بنفس الجروب أو مساهمين بالنتائج أو مساهمين بالعمل وياه أو بالكتابة وما قبلوا ينشر البحث، ما من حق ينشر البحث، وإذا نشره راح يصير وكتاب أساميهم راح يصير أكو تعارض بالمصالح اللي هو البند الأول هذا العفو، وإذا نشرهم وكتب أساميهم وهاي الأسامي كانت بغير موافقتهم راح يصير عنده مشكلتين اللي هو الكونفليكت اوف انترست والاوثر اتريبيوشن. هذين جانبين. البلجارزم اللي هو الجانب الثالث اللي انا يعني راح اركز عليه الان، اللي هو يعني طبعا هو يعني ترجمت العفو كلمه السرقه او احنا هنا شويه لطفه نسميها السلال، يعني هي سرقه فكريه او سرقه لغويه، هاي يعني شوية راح نروح يعني عليها شوية نتوسع بها أكثر من غيرها. والنقطة الأخيرة اللي هي إذا بعض الباحثين أو البعض يعني أسهم مساهمة جدا صغيرة، يعني ما كانت مساهمته ذات جدوى أو مثلت فرد دفع للبحث، يعني أقصد إنه شون اللي الآن قاعد يصير عندنا بمؤسسات الأخوان. ليش قلت أرجو أنه اليوم يعني محاضرتي اليوم أنا ما أحاول أتوسع بها، لكنه في لحظة قد أكون مضطر إلى بعض النقاط. يعني الآن هو أكو عندنا بعض التفاصيل، يعني البحث من يوصل لمرحلة النشر أو خلي نعوف الداخل، يعني أنا أحيانا تجيني مثلا دعوات من بعض الناس اللي أعرفهم من دول أخرى، يعني الدول طبعا اللي يعني وضعها المادي يعني ضعيف يتصلون بها بعض الأساتذة أنه يا إحنا عندنا مثلا البحث الفلاني وأريد النشرة لكنه ما تتوفر عندنا الأموال اللازمة للموضوع، فممكن تساهم بعملية النشر وإحنا نخلي مثلا إذا تدفع هالقد نخلي اسمك بفلان التسلسل هالقد، يعني هذا محرم، يعني هذا من ضمن اللي يتعارض مع أخلاقيات البحث العلمي، وأكتف بهذا القدر بما يخص هذا الموضوع. شنو معنى بالجارزم؟ البلجارزم أي استدلال أو أي أخذ لمعلومات من الآخرين، كلمات تسوي كوبي، يعني أي شيء طبعا الإنسان راح مر عليهم كليتين واحدة واحدة، هذا يعتبر عبارة عن سرقة فكرية بصراحة، وهاي السرقة الفكرية يعني هناك يوصون بيها يعني في الجامعات المتقدمة ويحذرون من عدها تماما، يعني هذه ويقول لك انه تلزم على اعتبار وجود اليوم الانترنت صار والبرامج المشابهة له، وهذا التحذير طبعا يبدي بتحقيق معين بعد الاكتشاف، يعني كنا كطلاب دكتوراه كانوا يقولون أنه الأمور ربما توصل إلى فصل من الجامعة، بل حتى إذا مكمل الفايفة مالته، يعني إخوان بس العفو يعني أقصد مكمل مناقشتك وأخذتها للدكتوراه مثلا وثبت أنه أنت عدك بالجارزم واكتشفوا الشهادة تسحب، يعني أنا بس أراوي أهمية وخطورة هذا الموضوع. طبعا هذا تبعات الأكاديمية اللي بعد يعمم اسمه على جميع المجلات واسمه علميا، ويعني خلينا نقول يعني سمعة الأكاديمية تنتهي تماما تنتهي عدا موضوع، إذا كان الموضوع يعني حشاكم العفو موضوع السرقة يصل إلى مرحلة النتائج وقد تكون نتائج مهمة، يعني ممكن أنه يروح الموضوع إلى المحاكم بشكل أو بآخر. طبعاً إحنا لحد الآن يعني الحمد لله بالعراق، ما أعرف شو أوصل الفكرة هنا، لأنه معظم البحوث اللي قاعدين يعني البحوث اللي تنشر عندنا بالعراق ما قاعد تأخذ ذاك الوزن اللي بحيث يعني كثير انتباه الآخرين بالعالم
انه يدققون بها ويشوفوها بحيث توقعنا باشكالها. ولذلك هواي امور قاعد تعبر، لكنه بالحقيقه اللي قاعدين نسمعه من 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 هواي من الزملاء ومن هواي من الاخوان انه اكو يعني عندنا هواي دمامين بهذا الاتجاه. طيب طبعا هاي انا قلت لكم اياها، يعني شنو اللي يصير العفو اذا اذا إذا ثبت أنه سين من الناس سوى بالجازم، يعني أخذ معلومات، نتائج، تفاصيل، انتحال، أي شيء أخذه وترتب عليه، شنو اللي ممكن أنه يعني يصير بيه بالجازم؟ أنا ما أقدر أستعمل ترجمتها العربية، كلمات يعني أحياناً بعض طبعاً بالمناسبة أخوان موضوع بالجازم يقول لك حتى لو ما تدري أنت توقع بإشكال. ذلك إذا تذكرون بالمحاضرات السابقة أكدت على فكرة أنه أنت دائما استند على 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 بحوث جيدة اللي تأخذها كارل فرانسيس، وأي معلومة تأخذها. طبعا بالمناسبة الآن راح أشير لكم إلى موضوعين، أكو موضوع اللي الأكيد اللي سامعين به يعني اللي هو البارافرايزينج. البارافرايزينج هما يقول لك اللي كتبه سين من الناس، يعني مثلا عبر عن وجهة نظره، عبر عن نتيجته بأسلوبه الخاص. أنت حتى لو تجي تكتب هذا المعلومة نصا وتشير إلى تعتبر سرقة فكرية، ولذلك تطلع عندنا بالإنترنت. أو مثلا لا سامح الله أنت تسوي paraphrasing، يعني تغير يعني صياغة الجملة، صياغة المعلومة، وما تكتب يعني ما سوي سايتيشن لصاحب البحث الأصلي، أيضا تعتبر بالجازم. إذن الحالتين، إذن يجب علينا أنه نسوي paraphrasing، يعني نعيد صياغة الجملة اللي هو صاغها، على اعتبار طبعا هم شنو فلسفتهم العفو. فلسفتهم يقول لك هذا أسلوبه، هو عبر عن وجهة نظر أنت شفت هذا، خلي الآخرين يفهمون من عندك أنت. ولذلك تعتبر في لحظة من اللحظات لا سامح الله أيضا تعتبر بما فيها أخذ بعض الكلمات. بس العفو أطفئ الميكروفونات. موضوع الأفكار أيضا، يعني أحيانا سين من الناس قرأ مثلا فكرة موجودة في بحث معين وراح سوى نفسها وحصل نتائج وما أشار للباحث الأول. يعني طبعاً إحنا هواي نشوف يعني قد تكون أكو بحوث يعني متشابهة إلى حد ما، هذه لو تثار وكانت الفكرة مستندة على نفس المبدأ، يعني نفس الفرضية الأساسية، وحصلت حتى لو كانت غير نتيجة ونشرت، راح يرجعون إلى موضوع الأسبقيات. وطبعاً إحنا العفو هواي مرة علينا يعني من الإشكالات اللي صارت بين العلماء في عصور سابقة، يعني مثلا من اللي يعني استنتج هاي الفرضيه، من اللي سوى هذا الموضوع، وما زالت لحد الان اكو بعض الامثله الحيه اللي موضوع انه هذا حصل الفكره لكنه ذاك سباقه بالنشر. سابقا العفو ما موجود الانترنت اللي ممكن يعرفون من اللي سبق، الان لا صارت الموضوع بي يعني وضوحيه اكثر. الفايندينج النتائج، يعني أخذ نتيجة بدون ما أسوي citation إلها. writing تجي تأخذ جملة مثلاً وجيت خليتها نفسها، راح تضعف. طبعاً هذا إحنا الإنترنت الحمد لله يعني هواي وقع مشاكل خلصنا من عدها، لكنه يعني حتى مثلاً الكتابة أيضاً تعتبر إذا أخذت نفس المفردات أيضاً تعتبر بالجازم. الجرافيك representation اللي هاي يعني تعبر عن فكرة معينة من خلال، إذا تذكرون في المحاضرة الأولى أو الثانية ما أتذكر، من قلنا أحياناً تتعبر عن البروجكت مالته بكليته بجراف واحد ترسمه وتوضحه. ممكن أنه هذا كمبيوتر بروجرام، يعني شخص يجي ياخذ مثلاً استعمل برنامج غير مسويه وما أشار له، مخططات، جرافات، رسوم توضيحية، أعمال إبداعية. طبعاً مو الإبداعية اللي إحنا هنا عندنا، العام جبرانا على زراعة نخل، وإنفورميشن، لكتشر، محاضرات،
printed material, electronic material, يعني القصد انه محاضرات سواء كانت إلكترونية او ورقية او اي شيء اصيل، اي عمل اصيل ممكن انه تستفيد من عدة ومشير للباحث الاصلي اللي انجز هذا العمل. طيب هاي طبعا يعني توصية، هذا طبعا التوصية من الاي تريبل اي، من الاي او بي. طبعا هاي المؤسسات اللي انا يعني عدة عضوية بيها، اللي هي الاي تريبل اي اي او بي والاي اي بي. توصية انه site and separate any vibrating COVID material. أي مادة، يعني طبعا هنا نقصد بماتيريال مو نقصد ماتيريال يعني مادة، لا يعني مقصود بها أي جملة، أي نتيجة، أي فكرة أخذتها واستفاديت من عندها، سوي لها site. اكتب أنه البحث الفلاني أنا استفاديت من عنده وسوي citation عليه. هنا paraphrase، لازم نسوي paraphrasing، لازم يعني حتى الجملة اللي تاخذها من سين من الناس أيضا نسوي لها paraphrasing واكتبها بأسلوبك أنت. ويا مكثر اليوم المواقع اللي يسوي لك paraphrasing، يعني بس اكتب paraphrasing ويطلع لك مئات المواقع اللي ممكن. طبعا هاي احنا لأنه يعني بالأوساط العربية، خلينا نقول بالشرق الأوسط، لأنه معظم الباحثين يعاني من موضوع اللغة الإنجليزية، فتصعب إعادة الجملة الأصلية بصياغة أخرى. لكنه قلت لكم اليوم مئات المواقع، مئات المواقع الآن أكو على، ممكن أنه بس تكتب paraphrasing مباشرة يدخلك على أي موقع يعجبك وتكتب الجملة وهو يسوي لك عليها إعادة صياغة. بس نصيحتي لكم أخوان، أي شيء تأخذه من المواقع الإلكترونية لا تعتمده تماماً 100%، لأنه هذا برنامج القاعد يشتغل، يعني ما يعرف الفكرة اللي ببالك، هو مو إنسان ويفكر. فحاول يعني شوف إيش كتب لك وترجمه وغربله وعيد صياغته إلى أن توصل إلى نهاية. قلت لكم أنا هذا الموضوع بصراحة ما أردلح به زايد، لأنه حتى ما نوقع بمحاذير إحنا بغنى عنها، لأنه الموضوع يعني مرتبط بأساليب البحث عندنا. إحنا ما يعني بصراحة إحنا ما عندنا لا المختبرات ولا الأجهزة ولا الإمكانيات اللي تخلي يصير عندنا الشغل مالتنا أوريجينال، يعني فكرة اليونيكيتي ما متوفرة بصراحة، يعني ما نقدر نسوي الآن إلا ما ندى. طبعاً أنا عفوا ما أنفي تماماً، لكنه بشكل عام يعني فكرة أنه بمختبرات يعني اللي محتوياتها وإمكانياتها تعاني من هواي نواقص، ربما يعني ما نكون نقدر نطلع فرد بحوث أنه ننشرها في مجلات يعني عالية. ولذلك الآن الموضوع يعني معظم الأخوان يعانون من موضوع اختيار المجلة، وين يلقى المجلة الملائمة إلا. فالآن راح أنتقل إلى موضوع وين نلقى المجلات اللي نريدها. إحنا بس خلي انتظر أن ما تظهر عندنا احنا عندنا الموقع الاول. طبعا انا هنا راح يعني اعتمد ثلاث مواقع ممكن انه نلقى بيها المجله ونستفيد من عندها من جانبين بصراحه. الجانب الاول انه نلقى المجله اللي نريدها، والجانب الثاني نضمن انه هاي المجله ماكو عليها اشكالات. ويا مؤسساتنا يعني تدرون الان الوزاره مالتنا صنفت اكو مجلات مفترسه، او اكو مجلات مختطفه، او اكو مجلات تجاريه، أو أكو مجلات لا ما بيها هاي المشاكل كليتها، لكنه ما مفهرسة ضمن سكوبس مثلا، مجلة عالمية يعتبروا لك إياها ولازم تندز إلى تقييم. فأنا صراحة اختارت لكم بس ثلاث منصات أو ثلاث
مستوعبات مثل ما نسميها احنا، حتى من خلالها نقدر نتمكن نلقى البحث المطلوب. المنصة الأولى عندنا اللي هي SJR. أنا طبعا كل واحدة راح يعني العفو أمر عليها، راح أنزل لكم إياها بالرسائل حتى إذا واحد يعجبه يستفيد من عدها. طبعا أكيد يعني أغلبيتكم متوفرات عندكم، لكنه رغم هذا أنا راح يعني كل واحدة راح أناقشها راح يعني أنزل لكم إياها. الآن هاي SJR نزلتها للإخوان اللي ما يعرفون عنها. SJR هذا موقع راح أنا أحكي بس بموضوع المجلات. هذا تقريبا أكثر من 90% من مجلات العالم موجودات به. أي مجلة إخوان، أي مجلة. أنا المشكلة لازم أني أدخل الإخوان للمحاضرات فقاعد أنا جيد موجودك ممتاز عاشي. فالSJR تقريبا أكثر من 90% من مجلات العالم المعتمدة خلي أقول موجودات لي. أهم شيء بالمجلة إخوان بيها هذا ISSN، هذا ISSN إذا موجود بيها. طبعا هواي مجلات تندز ويقول لك هذا بيها ISSN، من تجيبها إلا هنا ما يلقى لك إياها، يعني معناته أنه مو يعني مو حقيقي هذا ISSN. وتروح تجربها بالسكوباس ما تلقاها، تروح تجربها بالكلاريبيت أيضا ما تلقاها. إذن أكو بعض المجلات العفو تطل نفسها ISSN، وأحيانا أكو مجلات لا يوصل إلى مرحلة يقول لك أنا أصلا أعطيك DOI. والDOI طبعا هذا يعني هواي مجلات عندها ISSN بس ما يقدر يعطيك DOI، اللي هو الرابط اللي تروح به مباشرة للبحث مالتك. هذا طبعا هو SJR، هو خلينا نقول العتبة الأولى، أول عتبة للبحث عن المجلة المطلوبة. هنا ممكن تكتب عنوان عام، يعني مثلا شو يعجبنا مثلا نكتب، مثلا إذا جيت هنا مثلا كتبت health، مثلا خلينا نشوف مثلا إذا كتبنا health إيش راح يجيب لنا. نشوف بالصحة ايش راح يجيب لنا مثلا. جاب لنا مجموعة مجلات. طبعا كلمة health يعني فرد عنوان حدث ولا حرج به. الآن شوفون جاب لنا أنا القائمة اللي مسويها تتكون من كل صفحة من 50، وهو دي يقول اكو 1590 صفحة، كل صفحة بيها 50. هاي مجلات كلها تحتوي على كلمة health. طبعا انت كل ما يعني تكتب مفردات أكثر حتى تصغر نطاق البحث مالتك، كل ما أكيد أنت راح يعني مثلا هسه الآن أنا بالهيلث ما أعرف زايد، مثلا خلي أكتب فيزيكس مثلا. من كتابة فيزيكس خلينا نشوف إيش قد راح يجيب لنا. راح يجيب لنا 770 على اعتبار التطبيقات الطبية أكيد أكثر. جاب لنا 770 في 50 يعني حدث ولا حرج. بس مثلا اذا جيت مثلا اكتب قبلها اوبتكس مثلا يعني راح هذا الرقم. شوف اخوان الان نزلنا من 770 صفحه الى اربع صفحات فقط، او بالعفو بس اربع مجلات. اذا انا الان ضيقت نطاق البحث مالتي من 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 770 الى ايش قد الى بس اربعه. الآن لو دخلت على مثلا هذا Applied Physics Laser and Optics، من ندخل عليها الآن شوف إخوان عندك هنا H Index، هذا فرد معيار إلى قوة المجلة. H Index يعني هو خلينا نقول الموازي إلى Impact Factor. هذه أول معلومة ممكن نستفيد من عندها، وأعرف أنا مثلا أنا محصل نتائج قوية، هو أجي أكيد إلا هاي المجلات القوية. طبعا هذه خلينا نشوفها. شوف إخوان هذه المعلومة الثانية، نجي لهنا للكوفرج مالتنا نشوف هذا المجلة ما زالت موجودة لو 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 توقفت عن العمل. هاي المجلة يقول لك لحد 2022 يعني موجودة، لأنه هم ما سووا أبديت لحد الآن. يعني هاي المجلة موجودة، الكوفرج مالتها to present
بها ISSN الاتش اندكس مالتها 139، من تنزل لجوا راح تلقى السكوب مالتها، هاي المجله شنو مواضيعها، ممكن انه تقراها هذه يعني كل التفاصيل الموجوده بهاي المجله تقراها بتمعن بحيث يشوف البحث مالتك من ضمن اهتمامات هاي المجله لو بعيد عنها. انا حتى انا ما اخسر وقت، طبعا انا قلت لكم العتبه الاولى عندنا نشوف انا البحث مالتي بدرجه قوه بحيث هاي المجله اللي الاتش اندكس مالتها 139 في قبله، يعني مثلا احيانا انا البحث مالتي بحث يعني مال بس اردفض مشكله العفو التقييم السنوي، بس حتى ما اوقع بشكال ويا التقييم السنوي، يعني البحث مالتي انا ادري يعني العفو بحث فقير، انا مستحيل ادزل هيش مجله مثلا. هذا المعيار الاول، الكوفرج مالتها المعيار الثاني. المعيار الثالث اجي هماتين اشوف هذه المجله يعني السكوب مالتها من ضمن العمل مالتي، يعني العمل مالتي هي انترستد بي لو 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 لا، يعني ربما يقول لك طبعا هاي الحجه الاولى للايديتور اذا شاف البحث يعني يشوفه مثلا ضعيف اول شغله يقول لك هذا مو من ضمن السكوب مالت المجله. الان راح ننزل نشوف المجله هاي بياروا، هاي نشوفها كانت من 1990 لحد 2014 من ضمن الربع الاول، من 2015 ل 17 صارت بالربع الثاني، بال 18 رجعت ربع اول، ولحد الان هي بالربع الثاني. هاي الستاتكس مالتها كليتها هنا هذا الان موجوده. شلون هاي نقدر نوصل لها المجله؟ شوفون هاي الانفورميشن اخوان اللي يصير دائما جوا الاتش اندكس، الانفورميشن مالتها اكو عندك الهوم بيج وعندك هاو تو ببلش ان ذيس جورنال وعندك هذا الايميل مالتهم. طبعا هذا الهوم بيج اللي هو يعني اللي ممكن خلينا نجرب ندخل عليه مثلا، هذا الان هو وداني على المجله مباشره، هذا وداني الان على المجله اللي نريد نشوف تفاصيلها شنو. المجله هذه الامباكت فاكتور مالتها 2.1 بال 2022، الاخر خمس سنوات المعدل مالته 1.8، يعني خلال هاي السنه بها 416272 داونلود خلال 22، والفيرست ديسيجن خلال 10 ايام، يعني خلال 10 ايام يقول لك مثلا هذا البحث راح ندزل الريفيو، يعني قرار الايديتور يقول لك راح مثلا ممكن انه تبقى ويانا بالمجله ونشوف راي الريفيور، او مثلا لا سامح الله يقول لك لا احنا نعتذر من عندك البحث مالتك مو بالسكوب مالتنا. هاي التفاصيل كليتها طبعا هنا مثلا هاي فور اوثر، هنا الجايد لاين مالت السبمشن، هنا طبعا تدخل هذا عليه لازم اخوان تطلع على شروط المجله، تطلع على متطلباتها ابتداء من حجم الخط، نوع الخط، ترتيب الكتابه، تعتمد تو كولوم لو وان كولومين مثلا، الرفرنسز مالتها بيا اسلوب يردو مثلا، هنا عندهم مثلا هاي المجله طبعا هاي من ضمن المجلات القويه جدا يعني اللي يوفر له خدمات يعني التدقيق اللغوي، الاثكس اللي قبل شويه هماتين جينا بي شلون تنشر وياهم طبعا، ومنا ممكن انه ندخل نلقى السبمشن يعني شلون نسوي سبمشن وياهم، والاوبن اكسس ايش قد الكلفه مالت النشر في حاله انه نريد ننشر عندهم اوبن اكسس او نريد ننشر يمهم كلوز اكسس. طبعا هاي المجلات معظمها يعني تشتغل على الجانب، يعني اذا عجبك تدفع فلوس فعادي ينشروا لك، او مثلا تقول لهم لا انا اسوي لكم بس سبسكرايب وتمشي الامور بشكل او باخر. وهذا طبعا هاي كليتها التفاصيل، بس هنا اخوان دائما يعني حتى تظهر عندك يعني بهوايه من المجلات الرصينه حتى يظهر عندك هذا هنا سبمت يور ماسكلب خلك اياه، يعني صار بس الان راح تلاحظوه هذا اخوان، هذا يقول لك دزلنا البيبر مالتك. الان اذا ضغطت انا عليه يريد من عندنا طبعا لازم انت عندك ريجستريشن، انت لا اي مجله اي مجله تريد تسوي عندهم نشر لازم عندك حساب يمهم. طبعا هذا موضوع هو
شيء جدا بسيط يعني، بس مجرد ايميل وباسورد تسويهن، او مثلا تقدر تدخل مثلا من ويا الجوجل، او مثلا الان صارت عندنا موضوع الاوركيد روعه، صار بصراحه الاوركيد يعني هواي بدا يخفف من المشاكل الساين ان وغيرها. نعم مباشره، انه بس مجرد انه تدخل على هاي المجله العفو وتسوي سبمشن للبيبر مالتك بناء على اليمن، بناء على السبمشن جايد لاين. هذا الجايد لاين راح الان ادخل عليه اني، لازم يسوي طبعا هو داونلود، او يعني احتمال ما يحتاج الى داونلود، هو مباشره يودينا عليه. نا هذا الانستركشن فور اوثر سبمشن مانسكريبت ريفيونج بروسيس تكست مانسكريبت بريبريشن الكترونيك كوبراي. طبعا هذا الكوبرايت العفو ايضا يعني حقوق النشر مالتهم، يعني هم يحتفظون حقوق النشر، اخلاق الاثيك ايضا طبعا، والمسؤوليه مالته، الاساسيات هاي كليتها، والاوبن تشويس يعني شلون مثلا تختار الاوبن اكسس لو الكلوز اكسس. طبعا هذه يعني اوصيكم واوصي نفسي انه اذني اذن يعني قراهن بدقه متناهيه، اذن كليتهن مر عليهن، اذن في اي مجله موجودات شوف الانستركشن مالت المجله، شوف كل التفاصيل، حتى البحث من الدزه ما يرجع لك. يعني اذا انقبل مبدئيا يعني كفكره وكنتائج الموضوع، حتى اذن ما يضيع عين وقت بالخالي بلاش، حتى اذن ما يضيع بيهن الان مثلا خلينا ناخذ الماسكر بريبريشن. ناش دي يقول لك اخوان شلون ترتبه، شنو محتوياته، تايتل اذا تتذكرون ذن اللي اخذناها بالمحاضره الاولى وجزء من المحاضره الثانيه، المحتويات مالت البيبر شنو، تايتل اوثر نيم ادريس انستتيوشن اللي هي الافيليشن طبعا، الفاكس نمبر والايميلات، الابستراكت، التكست مالتك، والجزء يعني الجانب النظري والجانب العملي، اكنولجمنت والريفرنسز. والان راح يجيك على كل واحده من هذني ايضا راح يبدي يفصلها، كل واحده من هذني راح يجي يفصلها. هذني يجب انه حقيقه نقراهن بدقه متناهيه. هذا هو تعليمات. احنا الحمد لله خلال اليومين الاولانيات غطيناهن كليتهن، قلنا يعني العمود الفقري لأي بحث في مجلة تريد نشره في مجلة رصينة هو راح يعني يمشون على نفس البروسيجر. هذا ما يخص خلينا نقول العفو الاس جي ار. الموقع الثاني عندنا اللي هو مالت السكوبس. السكوبس طبعا الكل الان اعتقد عده يعني يعني حساب السكوبس اكو بيه مكان تدخلون عليه بالمنيو مالته، اكو شيء اسمه سورسز. والان ايضا خلت ازيلكم يا اخوان هذا اماتين، خلت ازيلكم يا بالرسائل بالنسبه للاخوان اللي قد يكون ما متوفر عندهم. من خلال السورسز او مثلا هذا يعني مباشره تدخل عليه من هسه اللي خليت لك اياه يعني. انت اذا عندك حساب او ما عندك حساب ممكن انه الناس سوى عمليه بحث، هذا هنا راح يفيدنا وين؟ هذا راح يصير غربله للبحث الاول. طبعا انا شنو اللي ادعوكم الى بصراحه؟ يعني اول ما تبلش بحثك عن المجله بلش بالاس جي ار. الاس جي ار تجيب لك يعني عالم مفتوح. بعدها خلي نجي اللي هنا للسكوبس نتاكد. طبعا هذا هو يعني مدعوم من السفير، لكنه هو يعني بشراكة مع السكوبس. إذا المجلة العفو لقيتها موجودة هناك، يعني هاي مثلا الأوبتكس اللي قبل شوية لقيناها، إذا إجينا طبعا أنا فاتني مع الأسف مساحتها قبل شوية أو لا والله موجودة، خليها ما ناخذها ونتأكد من عندها أنها موجودة لو لا. الآن هنا أكو عندنا نوعين من البحث، مرة يقول لك ماتش ماي ابستراكت، يعني تيجي تكتب له الابستراكت كليتها تنزله ويدور لك. هنا راح يجيب لك المجله الاقرب لك فعلا، يعني ما راح يعتمد على المعلومه العامه اللي قبل شويه كتبناها، انه كتبنا مثلا فيزيكس
او هيلث، لا لا هناك جاب لك مجلات كل شوي. بس اريحيه ذاك الاس جي ار شنو؟ الاس جي ار راح يجيب لك المجلات من الاقوى الى الاضعف. يعني اذا تلاحظون احنا اول مجله طلعت لنا مثلا بالاوبتكس عفوا كان شو اسمه الاتش اندكس مالتها 167، ربما بعدين الاخيره جوز نلقى الاتش اندكس مالتها 5 جوز 10 نلقاها. تعتمد انت بعد على قناعتك ببحثك انت شنو النتائج اللي حققتها به. اذا تعتقد بحث قوي اوكي فوت بالاولانيات اللي هن قد يكون Q1 وQ2. لا والله تعتقد انه البحث يعني ربما لا سمح الله يرفض من هاي المجلات، اذا ابدي انزل 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 الى ان توصل لا تلقى اش اندكس يتلائم ويا قوه البحث مالتك. الخطوه الثانيه قلت لكم نجي الى هنا راح نضيق نطاق البحث. اذا عندي مجله هناك انا اختارتها قد تكون موجوده بالاس جي ار بس ربما ما موجوده بالسكوبس، ربما تكون ما موجوده بالسكوبس، واذا ما موجوده بالسكوبس ربما تمثل لنا فرد مشكله بالمعاملات الورقيه مالتنا هنا يعني بالعراق. فحتى نتاكد مثلا نجي مثلا هسه احنا هناك اختارنا المجله اللي هي قلنا الاوبتكس، الان لو نزلتها هنا خلينا نسوي عليها فاين جورنال. طبعا هنا قلت لكم عندنا نوعين، مره اللي هي الماتش ماي ابستراكت تجي تكتب الابستراكت كليته وتقول له دور لي مجله تتلائم السكوب مالتها ويا هذا الابستراكت، ومره نقول له لا مثلا اسم مجله سكوب كيورد اس اي اس اس ان شنو اللي يجي ببالك عن هالمجله كتبه. انا عندي مجله الان، انا ببالي مثلا مجله هاي اريد اشيكها، نجي نقول له فاين جورنال خلينا نتاكد هاي موجوده بالسكوبس لو لا. يقول هاي المان مو موجوده، زين المشكله وين العفو؟ يعني الان لازم احنا نرجع، هاي مجله هي مجله جدا قويه مستحيل ما يعني تكون ما موجوده هنا. خلينا ناخذ الاي اس اس ان مالتها ونشيك. طبعا هذا فرد عالم غريب العفو هو يعني. ايام هو يا اخوان مثلا يدزون مثلا هذا الاي اس اس ان همتين قال ما موجوده. طيب يعني اذا اجينا مثلا خلينا ندور مثلا ابستراكت، يعني ايش اريد مثلا نكتب؟ يعني مثلا اذا كتبنا ماجنتيك مثلا يعني خلينا نقشمر التطبيق مثلا ماجنتيك ماتيريال خلينا نقول له شوف لنا اياها راح يجيب لنا مثلا هذا جاب لنا ذني شنو هيليون. يعني هنا مثلا عندنا هاي اللي ممكن تفيدنا، هاي مجلات اي ساينس وهاي مثلا جورنال اوف ماجنتيزم اند ماجنتيك ماتيريال. هنا هماتن مثلا هنا راح يعطيك اريحيه مثلا تريد جوجل تدخل على الفيزيت جورنال بيج يوديك للبيج مالت المجله، لو مباشره من هنا تريد تسوي سبمشن الها. ايضا هنا هسه قاعد يعطيك عنها احصائيات، يقول لك السايت سكور مالتها 5.6، الامباكت فاكتور مالتها 2.7، الاكسبتنس ريت. وطبعا هذا اخوان موضوع جدا مهم العفو، احتماليه القبول 38%. يعني عندنا 62% احتماليه رفض و 38% يعني معناته العفو انه 38% فقط من البحوث اللي ترسل الها تقبل بينما 62 ترفض. الفير ديسيجن اول قرار يعني يجيك من الاديتور يقول لك اوكي يعني بحثك مبدئيا راح نحوله للريفيور او لا سامح الله يقول لك راح يرفض 5 اسابيع. هذا الفير ديسيجن اذا قبل يعني عبر من الريفيور راح عبر من الاديتور راح المل للريفيور تايم تو بوبليكيشن 3 اسابيع فقط. طبعا هذا العفو اكو مجلات يعني هذا فرد نقطه يعني جدا مهمه اوضح لكم اياها، اكو مجلات على مستوى جدا عالي ما تلقاها بالسكوبس، لان تعرفون انت هذا السكوبس والكلاريفيت هاي ترى مجلات يعني العفو مستوعبات نفعيه، يعني موضوع موقع تجاري، يعني يا مجله تعطي فلوس حتى ينزل اسمها بهذا المستوعب حتى تاخذ سمعه
قوية. أكو مجلات مثلا لا، يقول لك أنا ما أدفع مثلا، يعني ربما تلقاها هنا ما تلقاها بالكلاريفيت، أو مثلا العكس راح تلقاها بي. هذا الموقع الثاني اللي هو من خلاله نتأكد من، خلينا نقول إنه هاي المجلة معتبرة معتمدة موجودة من ضمن السكوبس دولة. والأخير اللي هو الويب أوف ساينس، اللي هو الكلاريفيت. هاشوفون أخوان اللي هو الكلاريفيت، أو هذا الموقع يسموه اللي هو ويب أوف ساينس. هذا ممكن أنه أيضا نسوي به بحث عن ISSN أو اسم مجلة أو عنوان، أو ممكن أيضا نسوي به ماتش مانسكريبت. الآن لو رجعنا على العنوان الأول مالتنا اللي هو مالت الأوبتكس، وخلنا نشيك هنا هذا الISSN مالتنا هسه، خلنا نشوف هذه موجودة هنا لو لا. شوف أخوان الآن هاي ظهرت عندنا، قبل شوية بالسكوبس كانت ما موجودة، لكنه هنا بالويب اوف ساينس ظهرت. طبعا هذا ايش راح يعطينا انطباع؟ راح يعطينا انه المجله يعني عندها ترست بنفسها، مجله جدا قويه، وراحت على اليمن تعاقدت ويا الموقع الاقوى اللي هو يعني اللي هو نسميه الكلاريفيت. الان موجوده عندنا الابلايد فيزيكس اند اوبتكس، لقيناها ليزر اند اوبتكس موجوده، يعني الان اطمئنينا من وجودها رغم عدم وجودها وين بالسكوبس. ايضا هنا هسه اذا تلاحظون يقول لك يعني تريد اوديك انا على البروفايل بيج مالتها، راح خلي نشوف الان لوين راح يودينا. بالمناسبه هنا اكو فرد امكانيه ينطيك مجلات قريبه من العده، يعني مو يعني صح هي هالمجله ودانا عليها، لكنه يقول لك اوكي اكو ترى مجلات هماتين شبيهه بها. الان راح يودينا للموقع مالت المجله مباشره. وين النت الظاهر ضعيف. ظاهر نتنا اليوم شويه يزعلكم. القصد فهذا يعني هذا الخاص بالموقع الثالث، وانا طبعا تعمدت اتدرج بهن من الاوسع الى بعدين نضيق نطاق البحث نتاكد. يعني اول شيء قلنا نشيك بالاس جي ار نشوف المجلات، لانه راح يعطينا اياها العفو حسب التسلسل من الاقوى الى الاضعف. بعدين ننتقل على اليمن على السكوبس اللي هو الفاين جورنال، نشيك هاي المجلة موجودة بي لو ما موجودة، وبعدها إذا ما ظهرت هناك عندنا قد تكون المجلة مو يعني مو مجلة قوية، أو قد تكون المجلة لا يعني عندها فرد براود بنفسها وقل لك أنا مثلا أكون أرتبط بس بالمستوعب الأقوى اللي هو الكلاريفيت. هذا طبعا الكلاريفيت العفو أيضا يعني بإمكانية ماتش مانسكريبت. هنا هذا راح يعطيك، احنا أول مرة اخوان كتبنا ISSN أو مثلا خلينا نمسحها، يقول لك تريد يعني تكتب لي اسم المجلة الISSN مالتها شنو اللي ببالك تريد تكتبها حتى تجيب لك اياها. وأحيانا لا، أنت تقول له أنا ما أريد هاي الساعة، مثل ما قبل شوي شفناها بهذا مالت السكوبس، لا انا راح اعطيك المانسكريبت عفوا المانسكريبت مالتي وسوي له هنا ماتش مانسكريبت. تجي تكتب العنوان وتكتب الابستراكت. الان خلينا بس خلي اذا تسمحوا لي ثواني بس اجيب يعني اي شيء انا مسويه مثلا سابقا. بس بين ما ينفتح هذا البيبر راح ننزل العنوان البحث مثلا اللي احنا كتبناه، ننزل الابستراكت ونقول لها مثلا هسه نوفل ميثود هذا
هذا العنوان مالت البحث مثلا نزله هنا. الابستراكت ايضا هماتين يريده من عندنا. هذا راح نجيبه، ننزل الابستراكت ايضا بمكان الابستراكت، ونقول له حاول تلقى لنا الجورنال اللي تتلام ويا شغل مالتنا. الان قاعد يبحث، شوفوا الان اخوان، هو سوالي كيورد، هو سوالي كيوردات. طيب الان جاب لنا المجلات اللي ممكن تتلائم ويا من، ويا الابستراكت ويا العنوان. جاب لنا ابلايد ساينس بيزل، جاب لنا الاوبتكس اند ليزر تكنولوجي، جاب لنا الماتيريالز، جاب لنا الابلايد فيزيكس ليزر اند اوبتكس اللي قبل شوي دورنا عليه اذا تتذكرون، يعني سبحان الله هماتين اجتنا. جاب لنا الاوبتيك كوميونيكيشن، هذا طبعا عن المجلات كليتها جابها من خلال منه المعلومات اللي انا انطيتها. يعني انت الان عفوا انت الان مكمل البحث مالتك، وعلى حسب الاصول الان انت وصلت الى مرحله البحث عن مجله. هواي اكو مواقع ممكن من خلالها اخوان ندور على المجلات، لكن انا اختاريت بصراحه هذني الثلاثه، لان هذني الثلاثه اللي يتلامن ويا متطلبات الوزاره مالتنا. الوزاره مالتنا عندها متطلبات لازم بحوثنا تكون موجوده مثلا بالسكوباس، موجوده بالكلاريفيت، مجلات بفلان مواصفات. هذني المواقع الثلاثه المعتمده، الكلاريفيت معتمد عندنا بوزارتنا، الاسكوبس معتمد عندنا بوزارتنا، والاس جي ار هو البحث الاولي عن ما يخص العفو المجلات بشكل عام. اخر نقطه اليوم عندي اريد، يعني ربما بعض الاخوان يعني ما عندهم فكره عنها، الان الوزاره بدت تنزل يعني موضوع المجلات اللي عاده رافضتها، اللي هي تعتبرها المجلات المزيفه والمجلات التجاريه. طبعا ما حتحفظنا على موضوع المجلات التجاريه، لانه يعني بدأوا ينزلون مجلات تجارية يعني يعتبروها العفو تجارية، وهي مجلات يعني يعني معامل تأثير جدا عالي. هذا الآن إخوان شوفون، خلي أوديكم الرابط مالتها أيضا أنزل لكم إياه حتى الإخوان اللي ما متوفر عندهم أيضا يستفيدون من عنده. الان صار عندنا احنا كم رابط، عندنا الرابط الاول مالت الاس جي ار نزلت لكم اياه، والرابط الثاني اللي هو مالت الجورنال فايندر اللي هو مالت يخص السكوبس، والرابط الثالث اللي هو مالت الويب اوف ساينس مالت الكلاريفيت، والرابط الرابع اللي هو ما يخص يعني المجلات اللي رافضتها وزاره التعليم العالي العراقيه. عندنا هذه قائمة المجلات التجارية، وعندنا هاي المجلات المزيفة. المجلات المزيفة أعتقد عددهن الآن وصل إلى 96 مجلة، والمجلات التجارية اللي هاي طبعا إحنا يعني ما نعرف يعني شنو المعيار اللي العفو اعتمدوه حتى يعتبرون هاي المجلة تجارية أم غير تجارية. القائمة قاعد تزود، القائمة هاي بدأت ب 25 مجلة، الآن وصلنا إلى 249 مجلة اعتبروها تجارية. نصيحة أخوان، يعني حتى لو يعني أنا شخصيا وقعت بمطب وهذا موضوع المجلة التجارية، مع العلم الآن أنا راح أشرح لكم موضوع المجلة التجارية. المجلة اللي اختاريناها كانت موجودة بالأس جي آر، وموجودة بالسكوباس، وموجودة بالكلاريفيت، ثلاثة موجودة. مجلة تصدر من جامعة، مجلة ما تاخذ فلوس عن نشر يعني فري، والداونلود مالتها ايضا فري، يعني اي ربط بالمفهوم التجاري نهائيا ما موجود. لكنه تفاجئنا بعد ما استلمنا قبول النشر، منزلوها يعني وزارتنا نزلتها من ضمن القوائم مال المجلات التجارية. فاخوان يعني اللي اتمنى نصيحة الي والكم، يعني اليوم هي كانت المحاضرة كلها معتمدة لا سمح الله على موضوع المشاكل،
ابتداء من الإثيكس للبلجارزين لاختيار المجلة وشلون نختار مجلة حتى من يتورط، وبعدين البحث ربما يروح علينا أو نوقع بإشكالات إحنا بغنى عنها، وآخر فلتر عندنا اللي هو نشوف يعني متطلبات الوزارة مالتنا. لأنه يعني قبل تقريبا أسبوعين أحد الإخوان نشر بمجلة كانت Q2 ومجلة لها وزنها عالي جدا، وتفاجأ بعد ما نشر البحث أيضا لقاها منزليها من ضمن المجلات التجارية Q2 مجلة. الآن إخوانا أكد عليكم كانت Q2 اللي نشر بها أحد الإخوان عندنا بمؤسستنا، واكتشف بعدين أنه الوزارة نزلتها من ضمن Q2. فهذه يعني العفو محاضرتي اليوم، أتمنى تكون المحاضرة خفيفة عليكم إن شاء الله، تكون يعني ما أزعجتكم العفو. وأتمنى يعني هي حقيقة قد تكون يعني محبطة أو إن شاء الله لا يعني موضحة خلينا نقول، بس هو هذا الواقع مالتنا. وبصراحة أنا كنت يعني متحرج من المحاضرة اليوم، يعني ما أعرف يعني شلون تمشي الأمور بيها، يعني قلت لكم أكو هاي بيها دمامي. بس عموما إن شاء الله الحمد لله. الآن إذا عدنا أي سؤال أو استفسار أنا إن شاء الله أكون وياكم به. دكتور أمير تفضل. دكتور أمير عيني قال عفو، خلي أفتح الميكروفونات مالتكم. تفضل دكتور أمير عيني. السلام عليكم، شلون صحتكم؟ السلام عليكم دكتور. الله يسلمك دكتور. انا قلت لك افتح المايك، انت طبعا يعني ما ادري شلون سمعته يعني الحمد لله. لا ما سمعت ذكرت. شكرا دكتور على المحاضره. هي المحاضره طبعا يعني جيده ومقيمه من عندك، والاساتذه والباحثين خاصه طلبه الدراسات العليا دائما يعانون من هذا الموضوع، كون مثل اساني بلجنه ما تسمى الاعتماديه ولجنه الاستشهاد بالمجلات، طلاب دائما يسألوني او الاساتذه انه هاي المجله زينه لو مو زينه. فمثل ما انت تبحث انا بنظر اطب على اليوم اقول هاي زينه زينه، بعدين نروح لموقع الوزاره، قبل كنا نروح الى موقع بيل قامت بيل صحيح. بعدين قامت بيل توقفت يعني ما بيها تحديث. صح دكتور، موضوع المجلات التجاريه والمزيفه انا كان عندي تواصل مدير المشاريع الرياديه هسه اعتقد صار رئيس جامعه الدكتور، هم يروحون للمكاتب اللي تعلن على المجلات، يعني مجرد ما كانت اكو مكتب اسمه بوابة كركوك يجوز هواي جماعة متعاملين بها، بس ينزل اسم المجلة ورا يومين نزلت باسم بالموقع مال الوزارة. هسه قام الموقع مالتهم دول يعني هم بوابة كركوك اللي هي مكتب، هذا قام شو يسوون؟ قال لدينا مجلة، ما يكتبون شو اسم المجلة ولا يكتبون أي تفصيل عنها، يقول لك التواصل على الخاص نفس الشيء، أنا إذا طبنا مع الخاص هم راح أعرف اسم المجلة، وتروح للوزارة الوزارة قامت تنزلها. فصار هذا الموضوع مع المجلات التجارية، يعني أي مجلة تنزل عن طريق المكاتب قبل تنزل في قوائم خلينا نقول البلاك ليست مالت الوزارة. يعني هذا شوية يكون واحد حذر، عادة يعني واحد يبتعد عن المجلات الهندية الباكستانية الماليزية، يعني هذين يبتعد عنهم، يعني يروح المجلات يا يعني أوروبية وأمريكية لسا يلا يقدر يأمن نزلوا. إيه صحيح صحيح. إيه دكتور أنا من هالباب يعني من هالباب شوية يعني شو يعني شوية شوية، وإلا هم أنا مجلات إيرانية مجلات ممتازة وكيو 1 وكيو 2 وثري، لكن الباحثين الإيرانيين المحررين بدأوا صارت عليهم علاقات ويا باحثين عراقيين، هي المجلة تنشر للباحث الأجنبي مجانا وتنشر للباحث الإيراني بفلوس طبعا بالإيراني أو بالعراق، حتى هذه هي كلها بلاش بالنهاية. بدأوا يأخذون 4 أو 5 ورقات عن طريق علاقات مع باحثين عراقيين ويأخذون رقم، طبعا هم يعني ياخذ اللي قدام يقرا البحث يشوفه صحيح مطالم ويا المجله على مود ما سكوبس تحاربه، لان طبعا سكوبس من يشوف المجله تنشر ارقام كثيره من البحوث مباشره تطلعها من بالتحديث الجديد تطلعها من سكوبس، هي هاي المشكله يعني. فانت من تروح لل هسه انت طبيت عليه
عدد البحوث اللي مقبوله العفو اللي منشوره في هاي السنه وعدد السيتيشن. اذا شفت الارقام الاف فهاي المجله تخوف يعني. هي هوايه هوايه اكو تحفظات، انت على قولتك هوايه اكو دماميل شويه واحد ينتبه لها يعني. هي مشكله والله. انا احكي لك عن تجربتي الشخصيه، انا ودكتور علي غانم الان موجود، انا دكتور علي غانم. المجله اللي جانا بها قبول بحيث، اولا مجله جامعيه يعني مو من دار نشر، تصدر من جامعه. اثنين النشر بها مجاني. ثلاثه الداونلود بها مجاني. والطامه الكبرى انه هاي المجله يعني انا اتصلت بيها مباشر، وانا اصلا يعني ريفيور عندهم معتمد، والامور طيبه يعني ما عندهم اشكال الناس. تفاجأت على ساعه واذا المجله اعتبروها مجله تجاريه. الماساه وين؟ انا طبعا يعني نفس وجهه نظري، قلت انه احتمال مثلا نزلوا اعداد كبار. رحت تفاجأت انه بالسنه ينزلون ثلاث اعداد وبكل عدد 90 بحث. يعني بالسنه الواحده بس 270 بحث ينشرون دكتور. شنو الموضوع؟ وين التجاره بالموضوع؟ العفو ما المهم يعني الموضوع، قلت لك يعني الموضوع اكو بياخذ ورد هواي، لكنه احنا اليوم محاضرتنا كلها مجرد نصائح يعني. هذول الاخوان خلوهن ببالكم، وحتى يعني ما نوقع باشكالات احنا بغنى عنها ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. شكرا دكتور حبيبي. دكتور رواء تفضل عيني. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا عاشت إيدك على المحاضرة، فعلا معلومات قيمة. فقط عندي سؤال، إذا واحد يريد يفكر للترقيات تقديم، يعني شنو رأيك إذا واحد ينشر بمجلات عراقية أو يعني مجلات الجامعات لحتى يخلص من إنه هاي المجلة من ضمن السكوبس وهاي المجلة خرجت عن السكوبس أو الاعتمادية؟ هي دكتورة شوف يعني الموضوع يعتمد على موضوع الوقت. إذا تريد شيء سريع، طبعاً بالمناسبة ترى بالحقيقة اللي أعتقده أنا إن نأخذ نفس الوقت. المجلة العراقية لازم البحث يندز بعد النشر إلى مقيمين، يعني مو تدزين يعني العفو مو مقدمين الترقية، البحوث المحلية يعني ترسل إلى مقيمين وراح تأخذ طبعاً وقت يعني. أو مثلاً تنتظرين يعني تنشرين المجلات عالمية وهاي الإشكالات الموجودة. فالموضوع هو يعني يعتمد على الباحث هو يعني شنو وجهة نظره. أكو ناس فعلا بدوا مثل ما حضرتك هسه قلت يعني هواي بدوا يفكرون إنه يروحون باتجاه النشر المحلي، يقول لك حتى أخلص من مشاكل تجارية ومفترسة وسكوبس نومو سكوبس وأخلص من هاي اللغوة كليتها، ويعني خلي الترقية تتأخر مثلا فرس سنة ولا أوقع بإشكالات أنا بغنى عنها. فموضوع هو يعني ما بي نصيحه العفو يعني ما اقدر انا اقول لكم فر الشيء، لان يعتمد عليك انت اولا واخيرا. تمام شكرا دكتور. الله يخليكم. بس الزهراء او العفو دكتوره زهراء قاطع العفو. تفضل استاذ زهراء. دكتور بس السلام عليكم، شكرا على المحاضره الممتازه كانت. بس عندي استفسار بالنسبه للنشر. نعم. بس اكثر شيء نتجه للمكاتب، احنا على مود ينشرون البحوث يعني يعطون دائما مجله جيده مو مفترسه ويعصرون بها مالت النشر. بس قلت المكاتب يعني ما يصير نستخدم النشر. والله ستي بصراحه نصيحه لا تروحوا للمكاتب، لان هو اللي قاعد يخرب الشغل علينا المكاتب. المكاتب الوزاره بدت مثل ما يعني دكتور امير تفضل، ومعلومه حقيقه ممتازه هاي اللي قالها هو. الوزاره قاعد هي تصيد المكاتب، وحتى اعتقد قبل فتره يمكن هم ماتين نزلوا اسامي المكاتب اللي خلوها بالبلاك ليست. يعني المكاتب يعني انا يوميا بهذا المازق. يعني قبل اسبوع واحده من زميلاتنا عندنا بالجامعه اجتني وماخذين من عندها 5 ملايين. 5 ملايين ماخذين من عندها ست عيني. وبعدين اكتشفت انه المجله كلها اصلا وهميه يعني بحيث انا قلت لها زين انت من اعطيت ال 5 ملايين العفو يعني ما اجيت تسالني، تعالت انت تجيني تساليني. قالت والله هم قالوا فرد مجله وكلاربيت وما ادري منو هذه، ودزوا لهم فرد مواقع عجيبه غريبه. فنصيحه يعني انا نصيحه لكم يعني ليش تخسرون فلوس؟ ترى هواي المجله يعني والله قبل فتره واحده من زميلاتنا يعني حاله ثانيه هاي، ويا ما اكثرهن ذني شبه يوميه يجني هيش حالات.
اجت قال الدكتور احنا هذا البحث مالتنا انقبل، وانا وياهم يعني هم خمسه اللي اساميهم انكتبت بالبحث، وقالت انا مطلوب من عندي اطلع 3 اوراق، فممكن يعني بس ارد اتاكد قبل لا ادفع الفلوس بدي اشوف هاي المجله معتمده لو لا. المهم انا دخلت على المجله، لقيت المجله فعلا موجوده، هي موجوده بسكوبس، بس عن طريق الصدفه اكتشفت انه يعني اجور النشر مالتها، يعني شوي راح اضحككم، اجور النشر مالتها كلها 200 دولار، كلها 200 دولار. الباحث الاول اللي خلى اساميهم وياه اخذ من كل واحد كم ورقه؟ 3 اوراق، في 4 هو خلى مطلعه، يعني اخذ من عندهم 12 ورقه، يعني ربح من عندهم فلوس سايبه وياي لو ناسد. نصيحه يعني ترى الموضوع هو تحول مع الاسف الى تجاره يعني. اي فعلا دكتوره ثير، فعلا يعني هي صار. وهاي محاضراتنا موجوده شلون ما نعم النشر شلون راح يصير؟ المجله مباشره على مود النشر البحث اذا ما قدرت اوصل المكتب؟ اي مو هسه مو ست هاي المحاضره مالتنا، يعني راويتكم اني يعني شلون يعني تختار المجله، شلون تدخل عليها، تروح على السبمشين، واحنا وياك موجودين. بس اقول اليه النشر، اي اليه النشر هذه احنا وياكم اني هذا موضوع انه ست كل مجله اكو لها فرد اليه نشر خاصه بيها يعني. بس المهم اي مجله مثلا انت مختاره المجله، هاي المجله اللي اختارتيها سوي بيها حساب، بس مجرد ايميل وباسورد تسوي وتدخلين تلقين كلمه سبمشن، ادخلي على كلمه سبمشن وشوف المتطلبات مالته بالمحاوله، واحد شوي شوي تتعلمين. انا هذا الموضوع بصراحه ما لحيت بيه زايد لانه موضوع مفتوح، يعني كل مجله لها اليه نشر خاصه بها، كل مجله اكو لها متطلبات خاصه بها، فما حبيت يعني اوجهكم باتجاه واحد، اريد يعني شوفوا انتوا وين اللي يعني التوجه تردوا. عاده يعني احنا وياكم بالرابطه اخوان، ترى الرابطه يعني احنا اخوانكم، اي واحد بالاخص اعضاء الهيئه العليا الان ويانا، دكتور اثير، دكتور امير، دكتور علي جاسم، دكتوره نهايه، دكتوره لقاء، اي واحد من عندنا شنو اللي تحتاجوا اخوان؟ شنو اللي تحتاجوا؟ ولا واحد ان شاء الله يقصر وياكم. تلاحظون ايام مثلا تكتبون اي سؤال على الموقع مال التليجرام وتجيكم اجابه سواء من اعضاء الهيئه العليا او حتى من الاعضاء الباقين. فشنو اللي تحتاجوا اخواني؟ اكتبوا، لا تترددون نهائيا، لا تترددون ابد، لا تترددون براحتكم. ان شاء الله دكتور متقسم. الله يخليك. دكتور علي جاسم عيني تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، عين افتقدناك هواي ترى دكتور. يخليك الله. اي والله شويه الامور مو تمام كانت، بس الله يسلمكم يحفظكم والله يحفظكم. يعني بس اذا تسمحوا لي يعني سؤال احب اوجهه للجميع. انا اليوم باحث وكتبت بحث، سواء كان ريفيو، سواء كان ساينتفك بيبر، سواء كان اساي، يعني هل انه راح يعصى علي انه اني اراسل مجله وانشر؟ يعني ليش الجا الى مكتب؟ يعني اذا تسمحوا لي بهالكلام. اوكي، ما عندي مراسلات سابقه، احاول اجرب ابدي، لازم ابدي، والا ما الأضل ان اعتمد على مكتب. يعني اعتقد هذا الشيء علميا احنا كشخصيات علميا مو صحيح، اذا تسمحوا لي. الشيء الاخر، اني اسف يعني ما حالفني الحظ انه بالمحاضرتين السابقه، ما اعرف هل انه كانت المحاضرات هل هي هاو تو رايت ساينتفك بيبر بس، ولا كان بها مقاله او ريفيو او غيره. يعني هل انه اذا ما كانت موجوده من الممكن يكون عندنا خلينا نقول دوره تدريبيه قادمه ان شاء الله على كتابه المقاله وكتابه الريفيو وغيرها. الشيء الاخر، احنا نعرف انه بعض المجلات او دور النشر تطلب كفر ليتر، هل تم التطرق لها؟ اكرر اعتذاري لانه انا ما حضرت المحاضرتين السابقه، وهذه الكفر ليتر هي من الامور المهمه جدا في مساله على الاقل قبول البحث لغرض الدفعه الى المقيمين وغيرهم. شاء
شكرا جزيلا دكتور على والأساتذة الآخرين. شكرا دكتور. شكرا. يعني البند الأول موضوع المكاتب، يعني أتفق وياك تماما، يعني اللي نرجوه من الأخوان نصيحة، يعني نصيحة ابتعدوا عن المكاتب، يعني تعب نفسك، وإن كان أحيانا نحن يعني نلقى بعض المبرر، يعني أنا من خلال احتكاك ببعض الأخوان والأخوات يعني يقول لك المكتب يأمل لي نشر سريع، لكنه بصراحة أنا أصدقكم به. هذا جانب. جانب عفوا اللي تفضلت فيه دكتور، موضوع الدورة تدري 3 أيام بس، و3 أيام مستحيل تغطي كل التفاصيل، فأنا ركزت بها على الساينتيفيك بيبر بس، الارتيكل وتفاصيلها تقريبا الحمد لله يعني تقريبا نقول غطينا أكثر من 75% من المتطلبات مالتها. بعض الإخوان طلبوا من عندنا أنه نتطرق الباع يعني سار الأنواع من البحوث، واتفقنا يعني أنت كنت ما موجود، اتفقنا أنه نسوي دورة جديدة إن شاء الله، دكتور أثير، دكتورة نهاية، دكتور علي غانم، هسه التهماتين ويانا إن شاء الله نسويها، يعني نشوف كم يوم ممكن نرتبها نغطي بيها باقي الأنواع من البحوث إن شاء الله نطرق الموضوع. الكفر لتر لا بصراحة ما أدنيت، لأنه هذا يعني قلت لك من ضمن التفاصيل الهواية، يعني كنت أركز على موضوع الكتابة مالت البحث، هو كان يفترض اليوم هماتي أنا أدخل بموضوع الكفر لتر، لأن يعني هو يرتبط بمحاضرة اليوم بموضوع السبمشن أكثر من ما مرتبط بموضوع الكتابة، لكنه قلت لك محاضرة اليوم هي وكانت بالنسبة لي مقلقة إلى حد ما بصراحة، يعني لأنه قلنا وايد عاشت يدك وأنا حاضر إن شاء الله إن شاء الله. يعني مبدئيا نحن دكتور أثير، دكتورة نهاية، دكتور علي غانم، ودكتور علي جاسم حضروا لنا محاضرات على الموضوع أنواع البحوث العلمية، يعني من غير الارتيكلز وباقي التفاصيل الخاصة، مثلا موضوع التعهدات شلون تتقدم للمجلات، لأنه اكو مجلات تدز لك فرد، يعني شلون هاي شو اسمه السياسة الخصوصية مالت الموبايلات، تعال لازم تسوي لها قري وتتباوع، هاي مكتوبة لك بالعشرين صفحة، شغلان قور راح تسوي تك وتوافق عليهن بدون أن أقرأها بدون أن أرجع لها. والله من يقرأها طبعا بس هي ضروري يعني قراءته ومراجعته جدا ضرورية. والله دكتور علي جاسم بصراحة من خلال معرفتي بهم بالغرب لا تبقى تعكبهم إذا ما تقرأ، لأنه خافهم هو اليوم كلها بها محاذير، والله أنا يعني أشوفهم شاطين بملابس إنس وبس. بالتأكيد. عندي دكتور نادي تفضلي. دكتورة نادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور شكرا جزيلا على المحاضرة صراحة، يعني معلومات قيمة. بس سألت على يعني إحنا اليوم يعني يلا إجانا الرابط يعني مع المحاضرات، فالمحاضرتين السابقة تفاجأنا أنه يعني ما ملتحق بيها، فسألنا على تسجيل المحاضرات إذا أكو. والله هي دكتورة أي موجودات إن شاء الله، هسه خلي أنا أنت موجودة عفوا أنا بالرابط لا لا والله أنا هم هسه شفت بالرسائل الرابط، لا إحنا من جامعة تكريت ما أعرف، إحنا إجانا عن طريق دكتور محسن يعني الرابط، فما أعرف يعني إنه نعم. أوكي هسه راح أعطيكم الرابط مالت الرابطة مالت التليجرام، تمام ممكن تدخلون عليه سيد العفو دكتورة، العفو وتنضمون للرابطة أيضا، هذا الرابط مالت تلقون الآن المحاضرات على اليوتيوب هماتين، هسه بس خلي أدخل على اليوتيوب وأجيب لكم الرابط مالت اليوتيوب مالت الرابطة. ودكتور إذا تم تسجيل المحاضرة مالت اليوم هم نكون ممنونين إذا أكو يعني التسجيل كامل، يعني إحنا متابعين من البداية بس يعني مرات ما دي نحتاج إنه يعني نرجع لبعض المعلومات. إحنا بصراحة المحاضرة الأولى ما سجلت، يعني صار فرض ظرف معين فما سجلت، المحاضرة الثانية موجودة، محاضرة اليوم أعتقد دكتور أثير إن شاء الله سجلت. المحاضرة الأولى
بلكت نصير مجال نرجع نسجل المحاضرة الأولى، وإن كان أنا يعني جامعتنا طلبوا أنه أسويها من جديد جامعتنا، وبعد ما أعرف ما حددوا وقت الموعد مالته، بس أعتقد راح أصير هناك موسعة، يعني راح أصير على مدى 10 أيام، وراح أعتقد ولا دكتور مو خسارة، يعني هو اكتساب معلومات أكيد، وهذا الجانب يعني هو إحنا اللي ماشيين به يعني كأكاديميين، وهماتين واحد يفيد الآخرين إذا عنده أي معلومة. دكتور يعني هذا الرابط مع المحاضرة السابقة ومن عدة يعني هو نفسي ممكن تدخلون على كل محاضرات الرابطة به. إحنا كل محاضرات الرابطة من سنة 2022 أعتقد من شهر الثالث لحد الآن تقريبا كل المحاضرات موجودة إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا، الله يخليكم عيني. ما أعرف إذا عندنا أي سؤال بعد. العفو دكتورة فدوى، تفضل عيني. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور أكو نقطة مهمة في قبول البحث، يعني بالإضافة إلى طبعاً اختيار المجلة ومدى ملائمتها للبحث، موضوع البحث وقوة البحث وطريقة كتابته، يعني هذا الشيء أنا لمسته للأسف. إحنا واقعنا يعني باحثين عراقيين، ولأنه الدول الأخرى تعرف يعني هم مو غشمة مدى الإمكانيات المتوفرة في مختبراتنا مثلاً، خصوصاً بالنسبة للبحوث العلمية تطبيقياً، يعني ما يقبل للأسف إلا إذا خليت وياك باحثين حتى لو كانوا عراقيين، بس المهم هم من خارج العراق، الأفليشن مالتهم خارج العراق. للأسف هذا الشيء أنا لمسته في أكثر من بحث، لما أضيف وياي باحثين عرب أو أجانب، مجرد بس أضيف اسمه والأفليشن مالته خلق دولة عربية أو دولة أجنبية ينقبل البحث. فعلا هذه نقطة ممكن تفيد. فعلا دكتور احنا يعني ما احب اعيدها، احنا اليوم المحاضره كلها دمامين، احنا حقيقه يعني السمعه العلميه عندنا شويه تعاني من دروب كلش قوي بصراحه، كلش قوي دروب اللي يصير عندنا، بحيث يعني قبل فتره واحد من الاخوان يعني دز البحث الى مجله بولنديه، نعم، وبالنص الإديتور قال له احنا من عندكم ما نقبل بحوث بالنص، يعني طبعا كانت جدا غريبه بصراحه، يعني انا بنقل اياها ما اخذت الحكايه بالبدايه، يعني ما شلون، مع الاسف يعني ما ارد اقول ما صدقت، الى ان روان الايميل قال له لا يعني من فلان دوله ما نقبل منكم، مع الأسف. صح. أكو شغلة دكتور حضرتك ذكرتها بذيك المحاضرة، هي أيضا جدا مهمة، أنه أنت تذكر كل شيء استخدمته في البحث. مثلا أنا يعني البحث الأول اللي نشر بسكوبس، كان أول واحد يعني أول تجربة إلي مع سكوبس، دزيته إلى مجلة سكوبس إلسيفير دار النشر محلية بدون ذكر أسماء، رفضوه، نفسه ما غيرت بي ولا كلمة، بس دزيته لي خليت وياي باحثين هم عراقيين بس الافليشن مالهم برا، خليت اساميهم بي، وهم سووا سبمشن لمجله كيومن والله انقبل مثل الورد بنفس صيغته، بالاضافه الى انه انا كاتبه في داخل البحث انه انا استخدمت الاجهزه الفلانيه، طبعا تذكر السيريال نمبر والكومباني واللي مصنعته والكذا واسم الجهاز، وكاتبه المختبر اللي وين اشتغلته بيا دوله بيا كذا، فهم يعني اظن والله اعلم انه هم حتى الشركات اللي لما تستورد من عندها لمختبرك جهاز، انت مسجل هذا الجهاز الفلاني موجود بفلان مختبر بفلان دوله، فهم يعرفون أجهزتهم وين راحت وإنه مدى المصداقية، لحيث إنه عن الأكسبتنس لتر لما إجاني كاتبين إنه المفرح بالبحث ولو هو مو جديد الفكرة، لكن المفرح بيه إنه صادق إنه المعلومات صادقة. يعني هو دكتور مثل ما تفضلت المحاضرات السابقة أني الأولى والثانية ركزت بها على تفاصيل، يعني كوني يعني
درست برا، وهذا الموضوع بالمناسبة يعني، يعني للأمانة يعني قبل شوي حكيت لكم بالإثكس ولازم هماتين المعلومات اللي قلت لكم إياها مو على مسويها للأمانة. أنا هذا الموضوع داخل عليه ثلاث كورسات إخوان، ثلاث كورسات، وكورسات معقدة، واحد سويته الجامعة أصلا يعني اللي قلت لكم عليه إنه ما يصير بيباس يعني، ما تعتبر طالب دكتوراه خلال 11 الشهر الأولى إذا ما تأخذ هذا الكورس. وبعدين جابون يعني الشيف إديتور مالت الاي تريبل اي جابونا إياه، وسوالنا دورة أيضا على موضوع آليات النشر وآليات الكتابة وكل تفاصيلها. وبعدين دخلونا دورة ثالثة اللي سواها المشرف مالتي اللي هو الآن يعني خلينا نقول تقريبا واحد من أهم يعني الكتاب البحوث العلمية في بريطانيا، الآن عنده موقع خاص بي. فهاي الخبرات خبراتهم بصراحة يعني، يعني أنا ما ألي فضل بيها بصراحة يعني، هذا أنا اللي تعلمته منهم وقاعد أنقله لكم. اللي قالوا لنا أنه أنت يعني، أتذكر للأمانة مرة من المرات طلعت نتيجة معينة بالليزر، حصلت سبوت ديامتر كانت 1.8 مايكرون، أنا بالنسبة لي كانت عادية يعني لأنه شغلي. فمن وديت هي للمشرف قال لي علاء أنت متأكد 1.8؟ طلعت له صورة ثانية بالاس اي ام ماخذ بها القياس، يعني الاس اي ام قايسة كاتب 1.8. أوكي يعني الموضوع انتهى إلى أن تمام. هسه أدزلكم الرابط العفو، بس ثواني همزي أن ذكرتوني بي العفو، هذا تجاكم إن شاء الله الرابط، هذا الرابط ولا تزعلون علينا. وصل مو الرابط إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. فبعدين رحنا مؤتمر أنا وياه، فقال لي علاء أريدك تخلي الصورة اللي راح تعرضها بالمؤتمر الصورة اللي بيها القياس مالت الاس اي ام. قلت له ليش؟ قال لأن هاي النتيجة ما متوقع يعني، أقرب واحد محصل لك إياه السبوت ديامتر كان 4.5، التنازل تقريبا للثلث، فخلي الأم القياس. هاي كانت بداية. بعدين وصلنا إلى مرحلة من قمت أكتب بالثيسيز هذا في MMA يعني، فشي يعني هو أصلا تجارة ما يسوى أنه تكتب تفاصيله. من كتبته كتبت بس مجرد في MMA، قال لي أنت شو مسوي هذا؟ لازم ترجع تكتب الشركة المصنعة والتركيز وحجم العبوة. قلت له هو ما يسوى يعني، هذا ما عليه من النتائج. قال لي لحظة، أن كلية لازم تكتبين، لأنه تخيل في لحظة من اللحظات فرد واحد راح يرجع يسوي نفس البحث مالتك، إذا طلعت النتيجة مغايرة بسبب أدق تفصيل راح يضرب كل المصداقية العلمية الخاصة به. أخوان الشهادات المشاركة، تفضل دكتورة توضح لهم يا عيني. أما تمامي همزين ذكرني خلي فتحة. اخوان الرابط انا فتحته، فممكن انه تملون الاستمارة الرابط اخوان. اذا ما عندنا سؤال بعد فاتعذرونا من التقصير اخوان، وان شاء